كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط شروط عودة نظام بشار الأسد إلى حضن جامعة الدول العربية، والحالة الوحيدة التي يمكنه من خلالها لقاء الرئيس السوري. فما القصة؟ قال أبو الغيط خلال مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية إن بشار الأسد ربح المعركة منذ أن حسم الأزمة عسكرياً، وحين فشلت المعارضة في دخول دمشق. ورأى أبو الغيط أن جامعة الدول العربية تعجلت عندما اتخذت قراراً بتجميد عضوية سوريا بجامعة الدول العربية، وإنه كان ينبغي حينها إتاحة الفرصة للنظام السوري قبل اتخاذ مثل هذا القرار. وأكد أبو الغيط أنه لو كان متواجداً حينها بالجامعة لم يكن ليوافق مطلقاً على ما حدث. وحول لقائه مع بشار الأسد قال أبو الغيط إنه سيلتقي به في حال إعادة تفعيل مقعد سوريا بالجامعات العربية، موضحا أنه لا يمكنه اللقاء به قبل ذلك بسبب الدستور والقانون. وحول عودة الأسد إلى مقعد سوريا في الجامعات العربية قال الأمين العام للجامعة إن رغبة حكومة النظام السوري للعودة تصاعدت في الفترة الأخيرة، لكن الأمر لم يحسم بعد. وأكد أنه لعودة سوريا إلى الجامعة يجب أن يحسم هذا الأمر من خلال عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء جامعة الدول العربية بناء على طلب دولة وتأييد دول إضافية. وأشار إلى أنه لابد من طرح مطلب عودة سوريا حتى يتم البدء باجتماع للنقاش حول هذا الأمر، وفي نهاية الاجتماع تتقرر العودة من الرفض من خلال التصويت أو ما يسمى التوافق العريض. وأشار إلى أن هناك توجهات خلال تلك الفترة لإقامة علاقات ثنائية مع الحكومة في دمشق، ولكن لم يحسم بعد موضوع عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة. وأضاف أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة مصر والأردن والعراق في جدة بحث هذه المسألة التي شهدت آراء متباينة بين الدول العربية. وشهدت سوريا بعد وقوع الزلزال في 6 شباط فبراير الماضي انفتاح عدة دول عربية على إعادة العلاقات معها، كان آخرها السعودية التي أرسلت وزير خارجيتها فيصل بن فرحان للقاء بشار الأسد في دمشق. وفي شهر نيسان أبريل اجتمع دبلوماسيون من 9 دول عربية في السعودية للبحث في إنهاء عزلة سوريا على الصعيد الدبلوماسي. وسبق وأكد أحمد أبو الغيط على عدم وجود توافق عربي على عودة النظام لمقعد سوريا في الجامعة العربية، مشيرا لعدم وجود خريطة طريق أو رؤية واضحة بشأن كيفية التعامل مع هذا الملف. وكانت جامعة الدول العربية قد قررت في نوفمبر تشرين الثاني 2011 تجميد عضوية سوريا على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه، وبسبب عدم التزام النظام بقراراتها فيما يتعلق بالمبادرة العربية حينها لوقف العنف.